الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد مستشار رئيس الحكومة لشؤون الاقتصادية مظهر صالح أن الدين العام الداخلي بلغ نحو 70 تريليون دينار عراقي، وأضاف صالح أن الناتج المحلي الإجمالي العراقي تراجع بحوالي 11%، وبلغ العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حوالي 20% تحت الصفر، فيما لفت إلى أن نحو 11 مليون عراقي أضحوا بلا دخل مع استمرار الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط. قال النائب أسعد المرشدي إن القروض الخارجية تكبل العراق بضمانات وقيود تؤثر على سيادته، ودعا النائب المرشدي إلى الاستفادة من فروقات أسعار برميل النفط لتغطية الأبواب التي وضعت من أجل الاقتراض الخارجي في الموازنة، حيث وصلت قيمة القروض إلى 8.5 مليار دولار. أكدت وكالة فرانس 24 أنه على الرغم من امتلاك العراق ثروة نفطية هائلة، إلا أنه لا يزال يتخبط في أزمات اقتصادية عديدة. وتساءلت الوكالة الفرنسية في تقرير لها عن مصير مئات مليارات الدولارات التي تم تهريبها إلى خارج العراق منذ العام 2003، مؤكدة أن ذلك يعكس حجم الفساد المستشري في البلاد ويؤثر سلباً على القطاع الاقتصادي. أكدت مصادر صحفية لبنانية أن بعض السلع بدأت تنفذ من المتاجر في وقت تشهد فيها أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً غير مسبوق. وأضافت المصادر أن المواد الغذائية المدعومة غير موجودة في الأسواق اللبنانية، مشيرة إلى وجود فروقات بالأسعار غير معهودة بين متجر وآخر، كما ولفتت إلى تراجع أعداد رواد المتاجر الغذائية إلى أكثر من 80%. أعلنت هيئة قناة السويس أنها قد تحصل على مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي تسببت بها السفينة إيفر جرين التي جنحت في وقت سابق في القناة. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن الصندوق الأسود في سفينة إيفر جرين سيكشف كل ما حدث قبل جنوحها في قناة السويس، وشدد المسؤول المصري على أنه لا أحد يستطيع الهروب من مسؤوليته في أزمة السفينة الجانحة، ولا توجد أي مسؤولية على قناة السويس بقضية جنوح السفينة. ارتفعت أسعار النفط الخام الخميس لتعويض بعض خسائر الجلسة السابقة بعد أن هبط 2.2% خلال الليل، وأظهرت المؤشرات ارتفاع خام برنت 34 سنتاً ليصل سعر البرميل إلى أكثر من 63 دولاراً، بينما ارتفع سعر النفط الأمريكي 38 سنتاً ليسجل نحو 60 دولاراً للبرميل بعد أن هبط بنسبة 2.3% يوم أمس الأربعاء. سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من بريطانيا في كانون الثاني الماضي انخفاضاً بنسبة 59.5%، مع انخفاض مماثل في الصادرات إليها بنسبة تبلغ نحو 27% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. وتضررت دول الاتحاد الأوروبي عام 2020 بشدة من تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد، مع انخفاض ملحوظ في الصادرات بلغ حوالي 9% والواردات أكثر من 11% مقارنة بعام 2019. ختام الموجز بأمان الله.